اهم حاجه ليكوم هو العقليه باش انت خدام في الايكو. راه بزاف الخوت راه خدامين غير بحال هادشي بحال بحال ضرب ضرب وهرب. عرفتي ديك ضرب وهرب واخدين داك الايكون كيضرب بصريفه وصافي. ما عنده لا مخطط من هنا لخمس سنين لا ثلاث سنين لا عام ما عطى من هنا عامين اش بغا يدير. داكشي اللي خدا اما تياكلو اما كيجمعو من غير هذوك اللي كينصبوا هذوك اللي كينصبوا هذوك وما اكثرهم. فاللي نقدر نقول لك بالنسبه للايكون لوكال الا خديتيه كبزنس بزنس ريل بزنس خدمتي وخداه وخدمتي كما ينبغي راه تقدر دير به شركتك وتخدم معك الناس وتمشي به. كنتي واخدو ديك المنظور ديال خدمتي فهمتي الربح من الانترنت راه ما غاديش تمشي فيه بعيد.